تدني تقدير الذات، تدني تقدير الذات حتى هو. اذا ف الا قدرت نحارب هذا الشيء ولا ان صح التعبير، كيفاش غادي نحارب هذا الشيء؟ كيفاش غادي نخرج انا من هذه منطقه الراحه؟ هو بالتعلم. خصني نبدا كنتعلم. اشنو بغيت نتعلم؟ تحدي المشاكل بشعاري انا استطيع. اي حاجه ممكن بغيت نديرها انا قادره نديرها. كونوا على يقين راه ما كاينش حدود للطاقه ديالنا الداخليه. راه عندنا طاقه كبيره بزاف، خصنا غير نفعلوها فقط، غير نعرفوا اشنو بغينا. اذا تحدي المشاكل بشعار انا استطيع. تعلم مهارات جديده. ربما لاحظتوا في هاد في الكونفينمون الاول ديال ديك 3 شهور الاولانيه، راه كما قلت لكم في اللايف ديال استقبال السنه الجديده، هاد السنه ديال 2020 جعلتنا ننمو ونحن في بيوتنا. تعلمنا مهارات كثيره. انا شخصيا تعلمت بعداك نركب الفيديوهات والله العظيم. تعلمت يعني نخدم على الحاسوب. تعلمت مهارات ديال الطبخ جديده ما كنتش كنعرفها، وهكذا. اذا ماشي غير انا، راه تقريبا الناس. اكيد 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 تعلمنا بزاف، تعلمنا الشيء الكثير. تعلمنا بعداك سميتو عليه التكوين عن بعد. ومن هذا المنبر كنشكر سي حسن بعدا اللي علمنا الشيء الكثير صراحه. اذا تعلم مهارات جديده، نبنيو علاقات جديده، نقلبوا على علاقات جديده، نمشي نتريني ندير لاصال ونتعرف على نساء جداد، نمشي نحضر دورات، نحضر محاضرات، اي نشاط كاين فيه الناس نمشي نحضر ليه، ونتعلم عادات جديده ونحارب العادات القديمه قدر المستطاع. اذا هاد الدائره اللي كتشوفوا الان هي الملجا للخروج من منطقة الراحة. الراحة كما قلت لكم راه منطقة الراحة راه الداخل ديالها بحال المغناطيس، جرنالو. قد ما تنبغيو نتقدموا تيجرنالو عندك، ها فلان دار ليه وها فلان اش وقع ليه، هادو المحبطين اللي دايرين بك عندك. ما تغامرش، ما ديرش، وما تنساوش راه المغامرة هي من بين أسس النجاح، من بين أسس النجاح. اذا هادو هما هاد المنطقه كما قلت لكم، او هاد الدائره راهي دائره التعلم. هادشي كله علاش قلنا باش نخرج من منطقه الراحه؟ واش غادي يوقع ليا خرجت من منطقه الراحه؟ النمو والازدهار، يعني غادي نوصل لجوده الحياه، يعني تحقيق الحلم ديالي، الرؤيه المستقبليه ديالي. تكلمنا عليها قبيله في اعتقد في المفتاح الثالث. نعم الثاني الاول الثاني الرؤيه المستقبليه. اذا فهذه هي منطقه الراحه، وها الطريقه باش خصنا نخرجوا منها، خصنا نتعلموا. قد ما تعلمنا قد ما نرتقيو بذواتنا وتنزيدوا للقدام وتنتخلصوا من منطقه الراحه. والله العظيم الى الناس، كاين الناس اللي عندهم ادمغه، كاين الناس اللي قدروا يديروا المعجزات وخايفين، خايفين من الفشل، خايفين من كلام الناس، خايفين يفقدوا الوظائف ديالهم، خايفين امور كثيره بزاف. فكتخليهم دائما تعيشوا في واحد الروتين قاتل. اذا فتبدا حياتك الحقيقيه عند خروجك من منطقه الراحة. إذا هذا المفتاح رقم 5. هنا هاد كان هنا واحد الفيديو ما بغيتش نهضر لكم عليه. هذا واحد الشاب كان عنده الوزن كثير 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 بزاف، والرغبة ياكل دوك الأكل اللي هو غير صحي، الهامبورغر، لي تاكوس، المسائل اللي قلنا قبيله. عرفتي راه شنو نقول لك، هو بدا جلس مع راسو، بدا خرج من منطقة الراحة، بدا كيتريني كيتريني كيتريني، وتا ياكل اكل صحي، ورجع
يعني عنده واحد لا سيلويت ما نقول لكمش كيفاش دايره. المهم غادي نلقى الفيديو ان شاء الله، هو طويل شويه ما بغيتش نديره هنايا، ولكن غادي نرسلو لكم ان شاء الله في الخاص، يعني في سميتو عليه في الصفحه ديالنا ان شاء الله. اذا ف ندوزو دابا المفتاح رقم 6، وهذا المفتاح رقم 6 غنزيد معاه هو الثقه بالنفس، وغنزيد معاه حتى تقدير الذات، ربما تقدير الذات هضرنا فيه واحد الدوره عبر الواتساب اللي تكلمنا فيها على الشيء الكثير، وعطينا فيها واحد الاختبار باش نعرفوا نفوسنا واش حنايا كنقدروا ذواتنا ولا ما كنقدروهمش. دابا غنتكلم هنايا على الثقه بالنفس. اذا بالنسبه للثقه بالنفس، تجعل من العصفور صقرا ومن الورده حديقه ومن الحلم حقيقه. وراني قلتها لكم كذلك في الدوره اللي درنا تقدير الذات، عطيت واحد اش نقول، واحد المقارنه بين الثقه بالنفس وتقدير الذات. يعني الثقه بالنفس كتكون مرتبطه بالمهارات، قد ما تعلمت مهارات جديده ازداد ثقتي بنفسي، وقد ما تزاد الثقه ديالي بنفسي كنزيد لقدام اكيد. الثقه بالنفس قوه نفسيه تدفعك للامام، للقول، للفعل، للتطور، للتقدم، للمواجهة، ولإبداء الرأي. دائما ثقة بالنفس دائما. إذا هنا كيفاش غنبني الثقة ديالي بنفسي؟ يعني بشكل مقتضب، يعني ما غاديش نطول فيها بزاف، إن شاء الله غندير واحد الدورة مطولة عبر الواتساب ديال بالنسبة للثقة بالنفس. هنا أستاذة فوزية بقات عقل على هاد المساله هذه. عقدت استاذه فوزيه الامقم. انا محبوبه قادره مهمه. برافو عليك استاذه فوزيه، ما عندي ما نقول. اذا انا بغيت نبني الثقه ديالي بنفسي نطبق هاد المقوله ديال امقم. ما معنى امقم؟ راه كيما قال لكم السي حسن في الاول، خذوا ورقه وسيلو باش تكتبوا هاد الشيء. انا تنكتبوها لا فاطمه. بارك الله عليك استاذه حفيظه، ما عندي ما نقول. ألف كتعني أنا. أنا ومن لا يعرفني. إذا خاص أي أخت تقول هذه الكلمة هذه، أنا ومن لا يعرفني. أنا محبوبة قادرة ياك. يلا يلا حفظة بقالي مهمة. أنا محبوبة قادرة مهمة. شكرا. انا محبوبه قادره ومهمه. محبوبه ما معناه؟ احب ذاتي. يا ما تكلمنا على حب الذات، يعني تكلمنا على بزاف مواضيع كنديروا مع مرا الواتساب، يعني تكلمنا يعني على كثير 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 بزاف. لا فاطمه واحد كنتذكر ان كيفاش قلتي لنا انا، قلتي لنا ردوا البال، كل ما نقوله بعد انا يصدقه العقل الباطن. اكيد، لان علاش؟ لان هادو توكيدات كلما تكررت صدقها العقل الباطن وعمل بها وجاب لنا جميع الاحتمالات باش كتحقق. فعلا. الا قلت انا فاشله، انا ما في يديش، هذا صدق العقل الباطن وغيجيب لك جميع الاحتمالات ديال الفشل. إذن دائما ردوا البال ما ياتي بعد انا. اكيد. بزاف بزاف انا انصحكن العنصر النسوي، صباح امام المراه احضني نفسك، قبلي نفسك، حبي نفسك، مدحي نفسك، مدحي. انا زوينه، انا غزاله، انا ما بحالي تحت في الدنيا كامله. درت رباك النار. خلي قلت لكم انا الحب، انا الغرام، انا الزين. اكيد. انا 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 فايزه، انا فوزيه وفايزه بالزين. وانا انا حفيظه الله يحفظني. يلا بغيت تعود اختي تخلينا تمدح لنا نفسها. يلا ناديه، انا ناديه، انا الندى. انا يلا خليهم على خاطرهم. ما كاين، الله يخليكم. انا احب ذاتي.
انا محبوبه اكيد، راهي الا ما حبيتيش ذاتك سيداتي راه ما كاينش اللي غادي يحبك. ولا ما لويتيش راسك ما كاينش اللي يلويك. نعم الا ما لويتي راسك ما كاينش اللي يلويك. قولي لا 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 انا لا لا فاطمه اكيد. قولي لا لا شرفي راسك. الله يبارك فيك الحبيبه ديالي. لا لا ولا لا 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 فاطمه الزهراء. كما تيقولوا راهي الا ما حبيتيش ذاتك راه ما كاينش اللي يحبك. حبي ذاتك وقدريها واحترميها غتشوفي العالم كله تينفذ نفس الشيء بالنسبه لك. راه تيقول لك كل شيء جاي من الداخل، كل شيء جاي، راه ما في الخارج ما هو الا انعكاس للداخل. من تي كتحبي نفسك العالم كله غادي يحبك اكيد. اقول لك كوني مكتفيه من الداخل، كوني مكتفيه من الداخل، ما تستناش شي حد يحبك، حبي نفسك هو الاول. هذه الاولى. اذا انا محبوبه، اذا احب ذاتي واقدرها واحترمها والى اخره. قادره، انا قادره على فعل المعجزات. حتى حاجه ما غادي، حتى حاجه ما تحبسني في اطار المعقول، حتى حاجه ما تحبسني. اللي كنحط هدف خصني نوصل ليه، لان كما قلت لكم راه الداخل ديالنا فيه واحد الطاقه عظيمه. انفضوا الغبار على ال شنو نقولوا حنايا التمثال الداخلي او ذاك العملاق الذهبي اللي عندنا في الداخل. اذا فانت قادره سيدتي على فعل المعجزات الا انت بغيتي. يعني راه الاراده والعزيمه راه كتلعب واحد الدور كبير بزاف في تحقيق النجاح. اذا انا محبوبه، انا قادره. في هذا الباب الله فاطمه هنا كنستخرجوا كل نقط الضعف والقوه. اكيد اكيد هنا كنعرف نقط الضعف ديالي شنو هما ونقط القوه ديالي شنو هما، وهذوك نقاط القوه راه هما غادي يصلحوا لي نقاط الضعف. كيقول لك مثلا اي انجاز درتي احتفلي بنفسك مهما كان صغيرا، هذا انجاز، احتفلي بنفسك وقدري نفسك، ما تستناش حد اخر يعني يجيب لك التقدير ولا هذا. انت قدري نفسك، اي حاجه درتها مهما كانت صغيره نجحت ليا نفرح براسي ونقدر نفسي. وهنايا طبعا هنا كنبدا حتى النفسيه ديالتي كتحسن، حتى البشره ديالتي كتحسن، تنولي اجمل بكثير، تنولي افضل بكثير. جربوها والله العظيم جربوها. اذا انا محبوبه، انا قادره على فعل المعجزات كما قلنا، وانا مهمه اقدر ذاتي. كما قلت لك راه ما قدرتيش ذاتك ما كاينش اللي غيقدرها. ورجعوا لذاك الاختبار اللي عطيتكم، راه غادي تلقاو فيه الاسئله، مجموعه ديال الاسئله، حاولوا دوك الاسئله باش تكرشيهم باش تعالجوهم. ديما قدري ذاتك، قول كلمه لا، حاجه ما عجبتنيش لا، قرار خدا شي واحد اخر ما عجبنيش لا، حاجه ما مناسبانيش لا، نرضي نفسي هي الاولى. ما يمكنش انا نرضي الاخر على حساب نفسي مهما يكون نهائيا، والا تقديري غادي ينزل، وطبعا غادي نبقى ساكنه في منطقه الراحه. اذا فكما قلنا هنا في تقدير الذات، ربما شفتوا واحد الشاشه صغيره درتها لتحت، اش كتعني؟ كتعني كنهضر مع النساء اللي كيتفرجوا بزاف في كيجلسوا قدام شاشه التلفزيون وكيتفرجوا في نامبورتو كوا. ما تنساوش الا كان برنامج تافه وكتفرجي فيه راه انت كتولي تافهه بحال. يعني نحاول حتى بغيت نجلس قدام التلفزيون نشوف شي حاجه اللي هي مهمه اللي غتنفعني، ونحاول نختار البرامج اللي غادي نتفرج فيهم. ماشي انا حاله التلفازه مثلا العشيه كامله وانا جالسه مسلسل تركي يتبعوا واحد مصري يتبعوا واحد كذا وغادي واحد ورا واحد واحد ورا واحد، كنخرج في الاخر ما كنلقى كنلقى راسي خاويه،
هنا تنزل تقدير الذات. واش كيوقع هنا؟ شنو العلاقه بين تقدير الذات وكنشوف في التلفازه؟ اش كيوقع ليا هنا؟ تنشوف مثلا واحد الممثله مثلا عجباتني بزاف وعندها فيلا وعندها وعندها وعندها، وعلاش انا لا؟ هنا كتبداي كتنقصي من راسك وتبدا تنقص معها تقديرك لنفسك. اذا لهذا فشاشه التلفزيون غادي غير تخلق لك مشاكل مع نفسك. ولا كتبعي شي مسلسل مثلا وحده غادي معها رجلها مزيان وبخير وانا راجلي ما غاديش معايا مزيان، وعلاش وكيفاش كتبدا كتدري تراكمات نفسيه، علاش وكيفاش وعلاش وكيفاش، وانت جالسه في منطقه الراحه ما قاداش تغيري. هذوك اللي كيبان في التلفزيون في المسلسلات ولا في الافلام، ولا هذه كتبقى مجرد مسلسلات وافلام. الابطال ديالها كاينين تماك، ماشي هما حنا الابطال ديالها، حنا عمرنا ما غنكونوا بحال هادو. كيبقى هذاك مجرد مسلسل فقط كيضحك لينا على الادمغه ديالنا. انا كنتكلم على المسلسلات التافهه والافلام التافهه والبرامج التافهه. قدري نفسك سيدتي باتباع انشطه اللي تعود عليك بالنفع. قراي قراي قراي، راه القراءه شي حاجه مهمه، راه الكتاب اللي كتشديه راه كتمشي لعالم اخر. اما المهم الناس كيقراو راه غادي يعرفوا هذه المساله، هذه راه غادي يوافقوني الراي. قراي وتقفي نفسك بما هو مفيد باش تخرجي من منطقة الراحة. تعلمي مهارات جديدة، تعلمي الخدمة على الحاسوب، تعلمي الخياطة، تعلمي الطرز، تعلمي الطبخ، تعلمي المهم تعلمي مهارات جديدة باش ما تحسيش بالفراغ وتجلسي قدام التلفزيون. راه ما كاينش يقتل المرأة قد الفراغ. إذا فهاد هاد أمقم عنشتو أهمية ديالها. هادو كلهم اش قلنا؟ هادو توكيدات إيجابية لتغذية العقل الباطن الباطني. نعم، ما نكرهكمش تكتبوهم. أنا أحب ذاتي، أستطيع فعل المعجزات وأقدر ذاتي، تكتبوها وديروها في المراية اللي عندكم في غرفة النوم وتشوفوا أصباح وعشية. أن العقل الباطن يخدم بالتكرار وبالصورة. وما نقول أنا أحب ذاتي ونقراها نتخيل نفسي أنا حابة ذاتي وحاضنة ذاتي. من نقول انا استطيع فعل المعجزات نتخيل راسي طايره في السماء. راني درت بزاف ديال الحوايج وممكن ندير بزاف ديال الحوايج. هما اللي نقول اقدر ذاتي واحترم ذاتي، نتخيلها في الدماغ ديالي وكون على يقين راه غتمشيو للقدام. اذا هي تغذيه امقم لبناء الثقه بالنفس. اذا فكخلاصه بالنسبه للثقه بالنفس، صفات المرأة الواثقة من نفسها: تؤمن بأحقيتها في العيش الهانئ والناجح في الحياة، لا تتأثر بالنقد الجائر وتستفيد من آراء الآخرين. إذا قالت الحاجة راها ما مزياناش ولا كذا ولا ما خصكيش ديرها وداك، كتقبل النقد وكتصلح ما يمكن إصلاحه. مؤمنة بقناعتها وقيمها ومعتقداتها، تحترم تفكيرها وآرائها واجتهاداتها، أهدافها واضحة، يعني عندها رؤية مستقبلية واضحة ومرسومة بدقة، لا ترهب من تحمل المسؤولية، كتكون مسؤولة، أن قادة على حمل المسؤولية ديال نفسها، ما كتلعبش دور الضحية، فلان ما دار ليا وفلانة ما دارت ليا والحكومة ما دارت ليا والبرلمان ما دار ليا والدي ما داروا لي، هادشي كله هو ما كديروش هي، هي كتحمل مسؤولية نفسها. اي قرار خداته كتحمل فيه المسؤوليه ديال نفسها، اي حاجه دارتها كتحمل، كتقول لا كتحمل المسؤوليه ديالها في كلمه لا، راه ما قالتها تعرفات انها مقتنعه بها. هنا كتبنى عندها شخصيه قويه جدا. اذا هذا المفتاح السادس اللي غيدوزنا المفتاح الاخير اللي هو المفتاح السابع اللي هو التوازن في اركان الحياه. وهذا التوازن درناه في الصفحه عندنا، والاخوات اللي معنا راهم عارفينه مزيان. التوازن في اركان الحياه احنا كنسميوه بعجله الحياه. كلكم كتعرفوها المجالات ديال الحياه اللي هي 8، المجال الروحاني والعقلي والجسدي النفسي والجانب الاجتماعي الاسري المهني والمالي. اذا فهاد الا ما عندناش توازن في هاد الجوانب هادو، حتكلمنا عليهم بزاف ديال المرات،
راه بحال شي رويضه نبيسه ما غاديش بك حياتك القدام. تيقول لي بحال الرويضه نبيسه شفتوها، هاد الطومبيل راه ما زايداش، والطومبيل راه هي حياتنا، راه الا هاد الرويضه نبيسه راه حياتنا غتوقف، وحتى الا زيدناها بزز غتكون عندنا حوادث في حياتنا. اذا نعطي بعض هذا، ان تنجحي في كل شيء الا الترفيه عن نفسك، يعني هذا كتديري واحد الجانب اللي كيبقى على جانب اخر. تكوني مثلا انت عندك مهنه ديالك مزيانه وناجحه فيها، ولكن ما كترفهيش على نفسك، ما كتستراحيش، ما كتطلبيش اجازه، اذا هنايا الجانب الصحي والنفسي ديالك غادي ينزل. ان تشتري ما تحبين بدايه الشهر وتنسين متطلبات نهايه الشهر، هذا الجانب المالي. راه كاين ناس بزاف تخطئوا في هذه المساله، عاد كتدخل المنظر تمشي كيحرقها وتجلس كتسلف بقيه الشهر. ان تكوني ناجحه ومميزه في عملك وفي نفس الوقت زوجة واما فاشله، وقتك عاطي كامل الخدمه ولكن الاسره ديالك هامله، اذا هذا ماشي توازن للاسف. ان تسهري الليل من اجل عملك على حساب عباداتك، ديال كل انت خدامه مثلا في الحاسوب ولا هذا، ولكن العبادات ديالك اللي هي الصلاه الى اخره ما كديريهاش للاسف. ان يصل عمرك 50 سنه وانت مليئه بالامراض المزمنه لانك اسقطت ركن الصحه من حياتك. هذا غير بعض الامثله عطيته فقط على عدم توازن عجله الحياه. اذا ملي ما كيبقاش عندنا التوازن حياتنا تتوقف ولا كتعسر، كتولي متعسره. وهذه مثال لحياه غير متوازنه، كتشوفوا هذه العجله، يعني راه ربما درنا هذا الشيء الحمد لله في الصفحه ديالنا. تنحاول نجلس مع راسي وندير نرسم هذه العجله وننقط على 10، كل ركن من الاركان داير نقطوا على 10. كيفاش دايره علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش دايره علاقتي مع الخدمه ديالي؟ كيفاش دايره علاقتي مع الاسره ديالي؟ يعني نقط على 10، واش عندي 5 على 10 ولا 4 على 10 ولا 6 على 10، ونرسم العجله. هاد العجله اللي كنشوفوا هنايا انا عطيتها غير كمثال فقط. هاد الشخص هذا مثلا عندنا غير اربعه ديال الاركان فقط، هي باخذ كمثال فقط. هاد الشخص المجال المالي عنده طالع، راه عنده تقريبا 9 على 10 كيف كتشوفوا، ولكن الجانب الاسري عنده 2 على 10، الجانب الروحاني عنده 3 على 10، والجانب الصحي عنده شي 4 على 10. يعني كتشوفوا ان المجال المالي عنده هاد الشخص اللي هو اكس طغالي على باقي الاركان الاخرى، واكيد حياته ما غاديهش مزيان اكيد. الو، هنا كاين واحد مجموعه ديال التقييمات راني درتهم لكم في الصفحه، راني درناهم ملي درنا عجله الحياه، غنخليهم لكم في الصفحه باش ديروا بهم التقييمات وترسموا نتوما عجله الحياه ديالكم. بحال عندك واحد جي بي اس كتعرفي راسك فين انت وفين خاصك توصلي في كل ركن من اركان هاد العجله هادي. الا عندي 3 على 10 في المجال الروحاني علاقتي مع الله، اذا خصني نعرف شنو هو المشكل اللي عندي ونصلحو. عندي مثلا الصحه ديالي 4 على 10، خصني نعرف علاش وكيفاش ونرتقي بصحتي للقدام. وهنايا طبعا عجله الحياه ما كتطلبش انك تكون متزن 100%، مستحيل، الكمال لله. الا عندي غير 60% في المجالات كلهم هذا راه توازن، 70% هذا راه توازن، ما عمرنا نوصلوا ل 100%، كما تقول لله وحده فقط. اذا راه ملي كتوازني حياتك قدر المستطاع، اقول لك انت قويه عندما تعرفين نقطة ضعفك، وجميله عندما تقدرين عيوبك. هادشي راه من عجله الحياه غادي تخرجي، وحكيمه عندما تتعلمين من اخطائك. كناخذ واحد المجال او واحد الركن في عجله الحياه، بحال مثلا اذا انا علاش كنعيا وعلاش مثلا البشره ديالي ما مقداش، ولا علاش انا صفراء، ولا علاش كيضروني الكبيه مات، ولا 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 ولا، اذا عندي شي خلل، خصني نعرف شنو هو هذا الخلل، شنو هما نقاط الضعف اللي عندي، وشنو هما نقاط القوه اللي عندي، راه نخدم بها نقاط الضعف اللي عندي. وهكذا بحال هذا الشخص اللي شفنا دوك، نقاط القوه عنده في المال، عنده الفلوس، إذا هنا خصو يتهلا في صحته ويتهلا في الأسرة ديالو، ماشي بقى تيخدم 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 على أين؟
هاد عجلة الحياة فيها بزاف ما يتقال، ورحنا خدامين عليها في الصفحة ديالنا الحمد لله. على أين احنا مازال خدامين عليها. وفي الأخير تنقول لك تقول ديبورا توم في هذا الكتاب اللي هو على التوازن، لكي تحقق التوازن في العمل والحياة عليك بثلاثة أشياء: إدراك الذات، إحداث تغيير في حياتك، والحفاظ على التوازن. إذا لاحظت على التوازن ديال حياتك يعني راك ربحتي حياتك وراه نجحتي في حياتك. إذا هنا قبل ما نختم إلا كان شي تساؤل، إلا كان شي بغيت ندير لكم واحد جلسة استرخاء في الأخر باش نختم بها إن شاء الله، ولا كان شي سؤال تفضلوا ما عندي مشكل. مساء الخير أستاذة فاطمة. مساء النور حبيبة ديالي. شكون اللي معايا؟ لمياء حزمي. لمياء لمياء حزمي. آه لمياء. أنا المبدعة. أنا المبدعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. حبيبة وعليكم السلام ورحمة الله. قولي لها أنا الفنانة المرموقة، أنا الفنانة الناجحة المبدعة. يلا استاذ حافظه الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك. انا التي ستبيع جميع لوحاتها باتمم خيالي ويكون اجمل لوحات يا رب. امين ان شاء الله يا رب. اول حاجه كنشكر الاستاذه فاطمه تبارك الله ما شاء الله متالقه دائما ورائعه وجميله، كل شيء كل شيء كل المعاني والكلمات كتصف بها. غير سؤال يا استاذه، انني عندي انا واحد الشغف كبير، يعني عندي في عده مجالات. اول حاجه بحكم تنشتغل الجانب الصيدلي يعني، وهذا الجانب هذا كنتقنوا يعني سواء في مثلا في كل يعني في كل جوانبه، مثلا في كل شيء يعني في ادويه، في معرفه الدواء، حتى في أشياء تجميلية. كنت حضرت أنا دورات تجميلية. بالنسبة للرسم يعني ماشي غرور ولكن الحمد لله أتقنه. دابا أنا تنقرأ في المجال النفسي والأسري وحتى في التربية الخاصة، يعني عندي بزاف ديال الشغف وبزاف ديال الجوانب، وهاد الجوانب ما كيتشابوش مع بعضياتهم، فبالتالي ما عارفاش أش من طريق غادي نشد، وهما كلهم كنتقنهم ولله الحمد. اذا استاذه لمياء انا ربما راه حضرتي معنا من الاول، راني عطيت باش تعرفي بعدا الشغف ديالك فين هو. عطيت واحد مجموعه ديال الاسئله تجاوبي عليها باش تعرفي الشغف ديالك واش في الصيدله ولا في الرسم ولا في التكوين النفسي، ياك جاوبي على الاسئله اللي عطيت. الا بغيتي نصيفط لك في الخاص نصيفط لك في الخاص ما عنديش مشكل. هذا من جهه تعرف الشيء اللي تيفرحها واللي لمارساتو عاد توصل ويكون فينا ولي عندك شغف أكثر. تمام أستاذة حفيظة، كلهم كلهم راه ملي كنكون هذا، ولكن عاد يكون شي تفاوت ما عاد يكونوش سميتو اكزيكتو. لا لا كله شي مرا والدة الوليدات ثلاثة ولا أربعة ونفس المعزة نفسهم. ماشي المعزة دابا كان الشغف، ومن غير الشغف خاصك تشوفي الجوانب الأخرين اللي عاد يجعلو خاص الإتقان، خاص الإيمان بهذاك الشيء، خاص كيف تتلقي ذاتك أكثر. لا لمياء السلام عليكم. عافاك غير واحد تدخل بقية أنت كتقولنا عزيزة ليا كتقولنا كنتقنوا بقية أن يكون مربحا الله يعطيك الصحة برافو. لا هذا راه كاملين تنتقنوا حتى واحد ما مربح الحمد لله. لا 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 هادشي اللي قالت لها فاطمه سعيده ولكن مفلسه. سعيده ولكن مفلسه بالضحك. وانت حافظه ما عرفتش فاش كتبتها وانا مت بالضحك.
لا فاطمه مساء الخير. لمياء عندها المشكل ديال البرمجه، مبرمجه نفسها سلبيا، هذا هو المشكل. تقول لك انا ما مربحش، انا ما هذا. اذا المشكل عندها في البرمجه ديالها. لا استاذه ابدا. واش عندي برمجه سلبيه؟ انا ما عرفتش واحد الكلمه كيفاش نوصلها، ماشي غرور، ولكن في الرسم راه كنكون طايره كفراشه. فاش كنكون مثلا في مجال الادويه كنصح، كنشوف انني كانني طبيب، كنبدع فيه. بالنسبه لنفسي كنقرا بزاف كتب. لا لمياء، انا بالنسبه لي على حد معرفتي بك لحد الان، البرمجه ما كايناش انها برمجه اللي هي سلبيه، انما اللي كاين هو ترتيب الاولويات. ها الله يرحم بها الوالدين استاذه غير خلي بعض الاولويات. شوفي كاينين بعض الاولويات اللي كيتعرضوا، كيبانوا لك بانهم راضوا ولكن كيتعرضوا شويه. هنا فين قالت لك لا فاطمه قلبي على الشغف، شوفي انا هو فيهم اللي غالب ولو هي شويه بواحد النسبه مئويه قليله. فهمتي؟ حاولي ترتبي اولويات. على بركاته. السلام عليكم لا فاطمه، دخل الله يخليكم ويجزيكم بخير. لا فاطمه مساء الخير للجميع. اهلا لطيفه، كي سمعت لطيفه، شكرا بزاف. يوم مبارك وكنتمنى لكم ان شاء الله سنه موفقه للجميع بهذه المناسبه ديال 8 مارس. شكرا لفاطمه كذلك، متألقة كالعادة، الله يجزيك بخير. نتمنى هاد اللقاء يكون مسجل إن شاء الله، لأن فاتني بزاف الحويجات، دخلت متأخرة لظروف خاصة. كعادة كنا متألقات في النقاشات، أمسية نسوية بالدرجة الأولى، جميلة جدا. كنتمنى لكم التوفيق. صراحة بعض المرات كتحتاج أنك النقاش مع الآخر باش تعرف نفسك أكثر. يعني الناس المحيطين بك تيعطيوك صفاتك الشخصيه وتيمدوك بهذا، تقدر تلقى شي حاجه ماشي فيك ولكن تقدر تصيب، تقدر تخطا. يعني مزيان هذيك المعرفه لذاك البيئه الايجابيه تساعد بشكل كبير باش تعرف على الاشياء اللي غتفيدك في حياتك. شكرا. وهذه هي النافذه الجوهريه لاله لطيفه. ايوه النافذه الجوهريه. ايوه شكون لي معايا؟ الحسبة لي معاك مريم مريم. مرحبا. أهلا، بارك الله عليك لا فاطمة، أمسية رائعة كروعتك كالعادة. الله يبارك فيك. غير عندي واحد تساؤل الحالة ديال اختي لمياء. إيه؟ واش عندي واحد تساؤل بناء على الحالة ديال اختي لمياء، قالت لنا بأن عندها هي ثلاثة الأنواع ديال الشغف. واش هنا ضروري ان الانسان يكون عنده شغف واحد؟ قلنا لها لا ماشي بالضروره. هذا الشيء بغيت نقول لكم، كاين الناس ما شاء الله عليهم ومنا من الله سبحانه وتعالى معطاهم واحد النوع ديال الشغف المتنوع. يعني الاخت لمياء كتركز لينا على واحد المساله، انها كتلقى راسها في المنش بالعكس. أنا أشجعها أنها تتبع المجالات الثلاثة. علاش؟ لأنها بما أنها تتقن وهي من خلال هضرتها بالي بأنها متحمسة ولقية الشغف، ما نقولش لا ترتب الأولويات، لأن بالنسبة لي كلهم أولويات، وبالعكس هي قدوة لنا في هذا المجال أننا نحن عينينا على بزاف الأشياء. برافو عليها، تحية خاصة للأخت لمياء. لا مريم سمحي لي لا تحبك. سمحي لي لاله فاطمه، ملي كنقولوا ترتيب الاولويات ماشي معناه اننا كنحيلوا ستتخلى عنها الاخر. فوالا لا كترتب غير باش تمشي مع وحده بوحده. يعني انهم ماشي ما معناش انها راه تنفي الاخرين تتعلم ابدا. لا تمشي مع
وحده تدفجيه يعني انها تتعلم. اخت لمياء ماشي تتعلم، هي لاقيه لذة وخير دليل. لا 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 لا، فكري انا كنختلف معك هنا، كنختلف معك هنا، لانه حنا كنبحثوا على الفوز، والفوز كيجمع ثلاثه الاركان، ما تحبين، ما تتقنين، وما هو مربح. مربح فوالا. اذا ما يمكنش انا نشر الربح. لا لا لا، فوزي واش الربح راه هنا يكون ربح بيان سور. هنا راه كتكلم على الربح المادي. لا لا، احيانا امارس شيئا وكنربح منه انا اشياء اخرى اللي هي اكثر ربح مادي. لا راه الا تبعتي معنا في هذا، لا الا تبعتي معنا ما تيكونش الربح المادي، راه كتكون سعاده مع افلاس. كاينه السعاده وافلاس، اللي كيكون ما تحبين ويربح كيبقى حلم، اللي كيكون ما تتقنين ومربح كيبقى غني لكن مقهور، كاين الملل. حنا بغينا نفهموا ثلاثه، هادشي اللي غاتكون فهمنا. ناخذ لوكا ديال اختي لمياء، عندنا صلاة عنديشة الملل. بالنسبه للصيدله ممكن هي تكون مربحه بالنسبه لها، ولكن المسائل الاخرى انا حسيت بها بانها فهمتي عند انا من وجهه نظري من خلال ما هضرت في لمياء، كيبان لي بان عندها شغف متساوي لهذه المسائل الثلاثه. انا اشجعها ان تمارسها بثلاثه من وجهه نظري، هذه وجهه نظر خاصه دون تركيز اولويات. ما قالها ما تمارسهمش بثلاثه الا مريم، عاد تمارسهم ثلاثه، ولكن سجل الاولويات الاشياء التي توصلها للهدف ديالها. لا ربما الفكره ديالي ما عرفتش. لما تدخل الفلوس دابا سمعتوني، دابا استاذه لمياء خصها تدخل الفلوس، دابا عندها الحب وعندها استاذه فاطمه راه جيب خاوي خصني ندخل الفلوس. معقول احنا تكلمنا على مريم، احنا رجعنا لمريم. لمياء شوفي اختي لمياء، انا بالنسبه لي الرسم ديالك هو مدير، غير ما تحكيش لراسك واحد الافق ما بلاكش، يلاه ضمننا واحد المعرض وحنا اول المقتنيات ان شاء الله. فوالا انت تكلمت يا مريم استاذه فاطمه، اول مقتنيات يا استاذه فاطمه. ان شاء الله. لمياء انا في الصفحه، كنت اول وحده قلت لك انا اول وحده غادي، وكنت انا تابعه التنافسيه. وي فوالا ندير لكم واحد المفاجاه، واحد طابلو ترسم فاطمه يخليك راه غادي تشوفوه ما شاء الله ان شاء الله، وغادي ندخل لكم في المجموعه دابا. انا كنظن فقط اختي لمياء كان ينقصها فقط التسويق، تسويق لنفسها فيما يخص الشغف. هذا هو التسويق فعلا فقط. لا فعلا يعني استاذه مريم كلامك على اصح، والاستاذه فوزيه هي على اصح، غير انما انا باش نقول لكم واحد الحاجه، انا علاش مخليه راه حتى هادشي تناقش مع الاستاذه فاطمه، قالت لك علاش ما ديريش لنا دورات، علاش؟ قلت لهم انا دابا غير مشغوله لانني باقا كنقرا في واحد الاكاديمي ومضيره مع الوقت، وحتى انا لي طابلو باقا يعني متاخر وقت وصافي. اما كلامكم على اصح كامل. تدخل لمياء نقول لك واحد الثلاثه بالنسبه لي انتي، انا ما عرفتش اختيك، عرفت غير في المجموعه، ولكن بالنسبه لي انتي عطتني واحد الشغف للريشه. انا ما كنتش يعني قبل وتواصلت مع الاخت نعيمه اللي معنا في المجموعه، بعد ما خلينا نجي شي حتى محببتش انا في الرسم بصراحه. عرفتوا السادات شي كنا عندنا فضاء فينا نعرضوا هذه الدوره وتجي استاذه مريم. ما سمعتش شنو قلتي اختي؟ سمحي لي عاودي. اختي لمياء بالنسبه لك انت واختي نعيمه اللي كاينه معنا في المجموعه اللي نتوما رقمات كتشوفوا لنا واحد ديالكم في المجموعه. ها لا نعيمه حببتوني صراحه في الرسم، ما كنعرفش انا نهز القلم ولا شي حاجه سميتها رسم، ولكن دابا وليت كنفكر فيه بجديه، وبالعكس لقيت فيه واحد المتعه رغم انني باقي ما مارستوش، ولكن خليتوني نتذوق حلاوه الرسم صراحه. غير هذا بارك الله فيك. راه الاستاذه نعيمه كتواصل معايا في الخاص، لان بحكم هي كدير على التوب كنعطيها معلومات لما تجي على التحديد على بزاف، ولكن انا راه صامه بشكل ما بشكل كنتواصل معايا. تبارك الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليكم بارك الله فيك. استاذه فاطمه وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
معك الأستاذة فاطمة نيت نفس الاسم. أيه أستاذة اللغة الفرنسية. مرحبا الله فيك. مرحبا لالا. كنبغي ننوه بهذه المداخلات الأخوات وننوه بالدورة ديالك. الله يكرمك. الله عليك، كلشي كان مفيد، تبعتك من الأول. عندي واحد تساؤل كيجيني أنا في دماغي، كنلقى بعض المرات كيتخلط ليا ما بين يعني التقدير الذات وحب الذات والأنانية. يعني كاين ديال الناس كيبغيو يبغيو راسهم، مي ملي كيبغيو يديروا هاد حب الذات كيخافوا يوليو زعما كيطيحوا في هاد المشكل ديال كيقول لك كتبغي غير. لا لا لا، فهمتي؟ كاين فرق بين حب الذات والانانيه. غير هي هاد النقطه هادي زعما مطرحه بزاف ديال الناس. خصوصا دابا بغيتي يلا بيك اكيد، خصوصا ملي كيكون مثلا المشكل متعلق مثلا بالوالدين بالعائله. استاذة فاطمة. نعم اخي. دابا كتسمعيني؟ كنسمعك. الانانيه هي انك تحب نفسي وفليأتي الطوفان من بعدي، ما قدرت وقت حد اخر. لا، هي الانانيه حب الذات الحقيقي، انا الاولى من بعدي الاخرين. انا كنتهلا في راسي باش نتهلا في راجلي وباش نتهلا في ولادي. حيت الا انا صحتي مزيانه والدماغ ديالي مزيان، اكيد القياده ديال البيت غتكون في المستوى. بمعنى احنا مش راسي بوحدو وغامله الزوج ديالي وغامله ولادي، لا. اذا حب الذات كنسبق راسي هو الاول باش نقدر ندير القياده للباقيين اللي معايا. اما الانانيه كنشوف راسي انايا وما باقيش كنسوق الخبر للناس الاخرين اللي معايا. فهمتي دابا الفرق شنو هو؟ وتقدير فاطمة. نعم فاطمة، واحد التدخل كيجيني. هاد الفرق بين الانانيه وحب الذات تماما كالفرق بين الحسد والغبطه. ملي كنحسد واحد راه بمعنى ما بغيتليهش هو الخير، بينما من الغبطه بمعنى راه تنتمنى ليه يزيد في داك الشيء وتمنيت لنفسي نكون بحاله. تماما تيجيني هو نفس تقريبا. هذا كاين واحد الخيط رفيع بيناتهم، كما هو بين الانانيه وبين حب الذات. تماما الغرور. تماما والغرور ولا بحالك. اما تقدير الذات هو اني كنولي كنحترم نفسي، ما كنحقرش راسي وكنتهلا فيها. خصني نقول لها في الوقيته اللي خصني نقول لها، خصني ما نضحيش من اجل الاخر غير هكاك، خصني نفضل راسي هو الاول ومن بعد يجيو الناس من ورايا الى اخره. اذا تقدير الذات حنا درناه في هذا، راه كاين واحد الاختبار تنديروه في تقدير الذات باش كنعرف راسي شحال عندي انا في تقدير الذات ديالي، واش تقديري الذاتي متدني ولا متوسط ولا عالي. وقد ما خدمت على راسي راني كنطلع تقديري الذاتي. اكيد. نعم كاين واحد الاختبار كنديرو، واحد المقياس درنا نيت في الصفحه عندنا. واحد السؤال صافي استاذه فاطمه. واحد استاذه فاطمه نعم استاذه راني كنسمع. شكرا. سؤال اخر لفاطمه الله يجازيك بخير. لفاطمه وي انا معك. الله يخليك. بالنسبه للناس اللي قابعين في منطقه الراحه، شي طرق كيفاش نساعدهم باش يخرجوا منها؟ حيت كاين اللي تيقول لك اريد التغيير ولكن لا يستطيع الخروج منها، واخا تحاول تقنعه وتحاول دير ليه ولكن تيبقى دائما في منطقه الراحه. نعم يتعلم مهارات، يتعلم مهارات جديده. يتعلم مهارات جديده، يبني علاقات جديده، يخدم على العادات القديمه، يقلع على المعتقدات. تحفيز لاله فاطمه، تحفيز والدوافع تكون قويه.
حقيقة السيكو عنده دافع أنه هو براسه خصي يبغي بعدا يخرج من هذه المنطقة، ماشي حنا نخرجوه، خاصو يكون عنده دوافع قوية يخرج من منطقة الراحة. ملي كتحط قدامه دوك الدوافع دوك هذا كيتحفز من نفسه. اذا كتحاول انه انت ماشي كتقول ليه نوض خرج، هذا كتوريه اشنا هما الزافونتاج ديال داكشي باش الا خرج اش غادي يربح بلا ما تشير الاداء، فكيخلي داك التحفيز ذاتي داخلي بانه يغادر ديك منطقه الراحه. شكرا شكرا لك فوزيه. ويتخلى على داك السلوك المعتاد ديالو. استاذه فاطمه، نعم غير واحد انت لا كملتو، غير واحد طلب خاص الا كان ممكن، ان دوره الجزء من عجله الحياه انا ما حضرتش ديال الاسره، كنت خدامه، الا كان ممكن هذا الاسبوع تعطوني مثلا حقي فيها. ناويه باغا نهضر، بغيت باغا نهضر فيها صراحه، باغا نهضر في هذا اللي ما حضرتش. الى سمحتوا كاستاذه ناديه وانت يا استاذه واستاذه حافظه واستاذه فوزيه، يعني اذا كان ممكن ان نغدا ان شاء الله ولا المهم على حساب شوفوا البرنامج اللي عندك. اي مرحبا مرحبا استاذه لميا، ديري اللي بغيتي. لميا يعني لميا واحد مداخله بغيت غير نسال لميا، واش نتي بغيتي؟ انا ما فهمتش واش بغيتي انه تشوفي ديك الدوره نرسلوها لك في الخاص وتشوفيها ونديروا امسيه ديال انه لا باغا ندير التدخل ديالي فوالا ما عندناش تدخل. لا استاذه فوزيه لانني انا تخصصي نشره اسريه وعندي شلاميت قال على الابتزاز العاطفي ما بين على التمايز مثلا ملي تيكون الاسره مثلا الاب تيتخاصم مع الام والام كتجر الاولاد، ملي كيكون الابتزاز العاطفي لما نفتش شلاميت قال كاين فهمتي. بغيت انا نهضر وبغيت نهضر يعني نهضر عليها وممطون نشاركوا هاد الاخوات هاد الخير، هادشي علاش انا خديت الاذن. مرحبا مرحبا حبيبه ديالي، شوفي انا لجنة التنسيق انت غادي تخصصوا لك هذاك الوقت هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. بارك الله فيك وبليز. لا فاطمه لا فاطمه. نعم حبيبه. هذيك البنيه اللي عندي في دار الصويره بغات دير واحد التدخل ديالها. مرحبا ممكن نكمل واحد مريم بوحسين. مريم بوحسين وي تفضلي مريم. التدخل ديالي استاذه علاش استاذه فوزيه سمعنا استاذه فوزيه. تفضلي لميا تفضلي حبيبي. انا كنت درت واحد البحث على مشاكل الاسريه وتاثيرها على نشأة الطفل، وجا هذا الموضوع هذا كنت باغاه، انا كنت يسحب لي ما يدارش هذه السيمانه الفايته مع كنت بيرمانونس راني اعتذرت الاستاذه فاطمه. هادشي علاش انا قلت زعما الا كان ممكن نهضروا فيه ونزيدوا بعض الاضافات. اكيد ما كاين حتى مشكل. شكرا جزيلا لك. كنا غادي نحاولوا نديروا خلال هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بلاله مريم. مرحبا مريم اللي احسين. يلا بلاله مريم احسين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير استاذه الكريمات. مساء النور. مساء النور. مساء النور. مساء الياسمين. خلوها تتكلم. الله يعطيكم الصدى. تكلمي يا بنتي تكلمي. أتقدم لكم بأسماء عبارات الشكر والتقدير والإحترام بمناسبة اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. وبهذه أولا أقدم لكم نفسي، أنا اسمي مريم حسين، طالبة بكلية الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القضائية بمراكش. اليوم إن شاء الله ارتأيت أن أقدم ورقة بحثية حول موضوع صورة المرأة
ضوابط الحماية القانونية للمرأة في التشريع المغربي. فالمعلوم أن ما نعيشه اليوم من تحولات اقتصادية واجتماعية وسوسيو ثقافية هي عوامل تدفعنا حقا وبجدية لتطوير النقاش حول الحماية القانونية لصورة النساء في المغرب بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. فالمرأة يشهد لها على أنها صنعت التاريخ، فهي من أنجبت وربت وعلمت. كذلك المرأة لها كان لها دور أساسي في تاريخ المغرب، خاصة مرحلة الاستقلال من خلال مساهماتها المباشرة أو غير مباشرة في محاولة لظفر المغرب بالاستقلال. لكن المجتمع اليوم في ظل عالمنا هذا العولماتي صنع من المرأة أداة للترويج كل ما ليس له قيمة باستغلال لجسدها وانتهاك لأبسط حقوقها، وفي هذا يعني تدنيس لكرامتها وسلب لإنسانيتها. لذا نسأل اليوم، هل المرأة هي المسؤولة أم هي مجرد ضحية لتجاذبات المجتمع وألوانه؟ وكيف هي صورة المرأة اليوم بعد قطع أصوات من النضال؟ وما هي أعمدة ارتكاز الحماية القانونية للمرأة؟ وأين تتجلى مظاهر حماية المرأة في التشريع المغربي؟ ما فعلا قضية شائكة تدعي المزيد من تسليط الضوء لفك خيوطها المتشابكة. أولا فيما يخص تمظهرات الحماية القانونية للتشريع المغربي، الحماية القانونية للمرأة في التشريع المغربي نستشفها من أسمى قانون البلاد، وهو الدستور المغربي، والذي استوجب على جميع القوانين الوطنية أن تحتكم بكل المبادئ والحقوق التي أقرها. أيضا حيث يؤكد على مسألة أساسية ومهمة، وأنه التشريع الوطني يجب أن يلتزم بالقواعد والأحكام السلام عليكم. وعليكم السلام. ما عرفتوش تقطع الخط عند كنشكروا الطالبة المحترمة، كنشكروها بزاف. غير واحد المسألة اللي غنعرف، حنا كنتكلموا اليوم على المرأة فيما يخص التنمية الذاتية فقط، أما المسائل القانونية والمسائل الأخرى تنظن راه كاين يعني كاين ناس متخصصين في هذا المجال. هذا حنا اليوم الحلقة هاد اللايف اللي درتنا اليوم هو خاص للمرأة من الجانب ديال التنمية الذاتية، كيفاش المرأة تطور من نفسها، كيفاش المرأة تزيد القدام يعني بإصلاح نقاط الضعف ديالها بالاعتماد على نقاط القوة ديالها إلى آخره. أما المسائل القانونية كيف قلتي يعني أنستي، هي عندنا ناس متخصصين فيها.
وكنشكرك بزاف على التدخل ديالك، كنشكرك بزاف بزاف بزاف، وما كرهناش يعني يكونوا بزاف ديال البنيتات بحال هكا يشاركوا بحال هاد الندوات وبحال هاد المحاضرات باش يزيدوا القدام في حياتهم. اذا الى سمحتوا لي اخواتي الى ساليتوا الاسئله ديالكم نمشيو للجلسه الاسترخاء باش يستافدوا منا واحد يعني واحد مجموعه اكبر، انا الناس دوك يخرجوا دابا. الى ما عندكم تمانع نديروها، الى ما بغيتوش ما نديروهاش، ما كاين حتى مشكل. فواحد 10 ديال الدقائق بغيناها. لا فاطمه بغينا 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 نسترخى. بغيناها بغيناها استاذه. مرحبا مرحبا. كتسمعوا الصوت سيدتي؟ كتسمعوا الصوت؟ شويه نقص فاطمه. ضعيف استاذه فاطمه. نقص نقص شويه لا فاطمه. حيت هي جلسه استرخاء، الا ممكن ديروا ليزيكوتور، الا عندكم ديروا ليزيكوتور باش تسمعوا. دايرينهم لا فاطمه، هما باش خدامين. حيت هي جلسه استرخاء فيها صوت منخفض. يلا. فيها شد الايحاء. صافي؟ يلا بسم الله. بسم الله. جلسة استرخاء لك سيدتي لتزيدك بهاء وجمالا وثقة بنفسك. أول حاجة اختاري مكان هادئ ليزعجك فيه تشي حد، إضاءة خافتة، خدر طبعا، استلقي على ظهرك، حل واحد رجليك، حل هذه رجليك فوق رجليك، خوف الأعلى، أنا دائما فوق رجليك ولكن هي الأعلى، وتنفسي بعمق، ونديرو تنفس فريغي، وهو كالتالي، ندخل هو المخ ديالي على هذا الشكل. تركن دخل الهواء من الأنف ديالي، رب ديالي كتلي، تنخرج الهواء البطن ديالي ترجع للمكان ديالو، تدخل المكان ديالو. كتما تنفس مزيان، كتما غادي نعطي فرصة للجسد ديالي باش يسترخي. ما استرخيت تنفسي سيدتي، تنفسي بعمق، تخيلي نور إلهي رباني جميل فوق في السماء بشكل لولبي باش يدخل الجسد ديالك عن طريق الرأس ديالك، وكي تنقولو هنا في العلاقة عن طريق شاكرا التاج اللي كاينة في الرأس ديالنا. هاد النور الرباني غادي يدخل باش ينظف لك الجسد ديالك والنفس ديالك والروح ديالك من كل الطاقة السلبية. تخيلوا قد ما يعني رسمنا الصورة الذهنية ديال هاد النور الرباني مزيان كيما غنستافدو منها أكثر. تنفس دائما بعمق، هاد النور الرباني كأنه بيمسح تمسح كل ما عالق بجسدك من طاقات سلبية. ملي كيدوز من البلاصة اللي داز منها تخليها كتبرق كتشعل
لا فاطمة ما قلت تنسمعنا والو. الو لا فاطمة سدوا لي ميكرو راه كاين صداع كاين شي حد حل الميكرو عظيمة نفسها وراء كل امرأة عظيمة امرأة ناجحة دائما نتنفس استرخي سيدتي اعطي فرصة لعضلات تلك باش تسترخي ابتداء من عضلات الوجه تنفسي بعمق باش توصلها في الاسترخاء تخيلي أنك أمام البحر لوحدك في يوم مشرق وجميل في يوم مشمس الطيور تزغزغ أمامك أمواج البحر تطلق على وجهك والهواء أمامك صندوق كبير مزق هذا الصندوق اللي تحلي وقدر المفتاح ديالو في يدك وغادي تنزلي كل
ما يعيق حياة ديالك من مشاكل وهموم وعلاقات فاشلة، من حسد وبغض وكره للآخر. يعني حاول أي طاقة سلبية عندك لداخل نزليها في هذاك الصندوق، أي طاقة سلبية كيف ما بغات تكون، أي مشاكل عندك، استشعري أي مشكل عندك اللي مانعك باش تقدمي لقدام النجاح في حياتك. كل شيء ديري في الصندوق، كل شيء عندي في الصندوق، حولي الصندوق، خوي خوي الذات ديالك، خوي الروح ديالك، النفس ديالك، الجسد ديالك، خوي كل ما في الصندوق. تنافسي دائما، أول حاجة أرمي ذاك المفتاح في البحر وتبعي بعيني دير بلالك، إذا كترميه هو غادي وتبعد تبعد 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 حتى ما بغيش تبان. ومن بعد دفعي هذاك الصندوق بكل ما أوتيتي من قوة، دفعيه راه الأمواج غتدي حتى هو بالمشاكل ديالو بالطاقات السلبية ديالو، وراقبيه هو تبعد منك، تبعد تبعد كما هو تبعد، بما أنك كتحسي براسك خفافية وانتي من داخل وليتي كلك طاقة إيجابية. صندوق تبعد 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 حتى غير ما بقاش ليه الآثار. وهنا صغيرة كتلعبي في الرملة وبوحدك معك الله سبحانه وتعالى. تنفسي بها، تنفسي بها واسترخي، حلي عينك غير شوية ورجعي عندي هنا والآن. خليتينا نزيد اللعب شويه، لا فاطمه خليتيني نزيد اللعب شويه، خليتيني نزيد اللعب شويه، ازيديا بالخيال استاذه فوزيه. شكرا حبيبتي، شكرا، استمتعتوا مع هذه الجلسه هذه؟ اكيد، شكرا، جلسه فريغيه اكيد. شكرا لفاطمه، يجزيك بخير. العفو، غنحط لكم هذه الجلسه في لاباج ديالنا، اللي بغي مرة بغيت تدورها قبل ما تنعسوها، رائعة جدا جدا جدا. وتنقول لكم في الأخر شكرا لكم بزاف على حسن التتبع ديالكم وعلى سعة الصبر ديالكم، وأنكم عطيتونا من رخصكم باش حضرتوا باش شاركتوا معنا هاد اللايف هذا. خطوة شكرا بزاف على الأمسية، كانت تجربة بزاف أختك جليلة، معك جليلة. ما حضرتيش من الاول؟ ما سمعتنيش انا، قلت لك ما حضرتيش من الاول. لكون ما سمعتنيش، كتسمع كلا جليله وكتجاوبك. شكرا شكرا. كتسمعيني جليله دابا؟ كتسمعيني؟ يا رائعه، دائما متالقه ان شاء الله. الصحه والراحه. ميرسي بوكو، الله يبارك فيك حبيبه. شكرا فاطمه، شكرا جزيلا، والشكر موصول السي حسن السكال اللي تحنين هذه الفرصه. اكيد وان شاء الله المزيد من التالق. شكرا للاستاذه فاطمه الجليله والاستاذ سي حسن، وشكرا لفوزيا لان هي اللي دارتني دون لو با، وما قلت لها حتى انا يا راه جو نو بو با، قالت لي اي سي وفي الاخر وليت والله العظيم راه غير لو كومونسمون، والله العظيم شكرا. وفي الحق الشكر لناديه لان هي قالت لي اتصلي شكرا لناديه، لان انايا كنت في واحد الحاله قبيله كارثيه،
ولكن انا خليها لكم بوغ لا دياري هذوك لي ساشي ديال لافاني افيكاس شربت جوج ساشيات بحالك انت نكذب وي انا سامعه والله القسم داك الساشي ديال لافاني اللي كنديروا في الحلوه جاب لي الحفيد ديالي جوج قال لي صوبيهم بجوج كنت كنموت كنت كنموت شربتهم وليت بخير وعلى خير الحمد لله ودات الدوره كانت احسن كانت الدوره رائعه والمداخلات اروع وصلى النبي عليكم كاملين